وصلنا لفقرتنا للكل، يمكن الناس ممكن يكونوا مهتمين فيها أيضا وحابين يعرفوا عنها أكثر. يوم حلقتنا رح تكون فيها علم الطاقة والأرقام، هو علم واسع جدا، وبين الرفض والقبول هو أثبت وجوده عبر حسابات ممكن تكون صح وممكن تكون أيضا فرضيا يمكن الناس ما تصدق تفاصيل ليا. صحيح زينب، خلينا نروح ونتعمق أكثر ونتعرف على علوم الأرقام والحروف والطاقات أيضا وغيرها من التساؤلات مع خبيرة الأبراج والأرقام والطاقة مدام سمر عمران. صباح الخير مدام سمر. سعد لي صباحكم. صباح الخير لكم، كيفكم؟ تمام، أهلا وسهلا فيك. كيف اليوم فيكو. نحن طاقتنا؟ كيف طاقتكم؟ هلا كونه انت رقمك 6 وانت رقمك 1 معناته طاقتكم كثير حلوه. اليوم الارقام الطاقات كلها موجوده بمكانها الحقيقي. طبعا هلا بنضوي احنا كيف بنعرف علم الارقام؟ نعم اكيد نضوي دغري ولا نعم. مدام سمر بس خلينا بالبدايه، يمكن في كثير من الناس ما بيعرفوا شو هو علم الارقام، شو هو علم الطاقه. يمكن كثير من الناس بيقولوا ايه خلص بقى هلا بدها تحدد لي مصير الارقامي ولا طاقتي ولا كذا. خلينا نحكي، هل هو علم صحيح على ارض الواقع؟ وكيف بيتم الحساب لكل شخص على حدة؟ هلا هو كعلم علم حقيقي، هو علم حركة النجوم وحركة الأفلاك وحركة كل هي مبنية على علم الأرقام. وفي عندنا مدرسة فيثاغورس اللي أثبتت بالحياة إنه هو هذا العلم إنه موجود، وخاصة بالقرن السادس قبل الميلاد، من 500,000 سنة إنه هذا العلم موجود. حتى في حضارات كرست حياتها كلها مشان هي العلوم، حتى موجودة بالبيت المسيح، موجودة عند القبالة باليهود، موجودين حتى بالعربية. إحنا عندنا اعتبرونا انه باللغه العربيه انه نحن بناخذ الواحد للتسعه، ومن عندنا بالابجد هوس كمال الاحرف، يعني نحن موجودين بالحياه تحنا. اذا انا مثلا بدي اجي على الموبايل مثلا بتطلع بالموبايل بلاقي في نجمه، بلاقي في مربع، طيب منين اجت النجمه المربع لو ما كان في اساس لعلم الارقام؟ طيب انا هلا ممكن برسم لك قصه، بعمل لك انا مثلا حركه الكون مع الارقام اللي انا كيف بتبين معي رقمك او رقم حدا ثاني. مثلا انا نحن هي دائره الكون، خلينا نرفع هيك شوي بس عندنا دائرة الكون، عندنا نحن دائما الظهر، الظهر هو النار بياخذ رقم 9، عندنا العصر 2 و5 و8 هو طارق التراب ترابيين، عندنا الخريف والمساء بياخذ رقم 6 و7، عندنا طاقة الماء هي المساء، عنا طاقة الشجر هو الهواء اللي بنشوفه بالحياة بياخد 3 و4. طبعا نحن هاي الأرقام موجودة بالكون من 1 للـ9. إذا أخذنا فرضا أخذنا 3 و4 هو الشجر، منين إجا الشجر؟ قبل شيء بده يكون في مي، يعني قبل المي كمان في بده يكون في معدن، هو المعدن، قبل المعدن في تراب، قبل التراب في نار. كيف بنعمل حركة هالكواكب مع بعضها؟ مثلا عنا التراب، التراب بيقطع الشجر، الشجر بيقطع المعدن، المعدن بيقطع النار، النار بيقطع الماء، الماء الماء بيقطع التراب. ثبت بالكون انه 2 و5 و8 هي بالقانون هي قاطع الحياة لانه هو التراب. نعم. لذلك هلا التراب 5 و8 و2. انا مثلا كيف بدي اعرف انا مثلا رقمك انت؟ بدي اضطر انا اعمل عملية حسابية. نعم. من مواليدك طبعا، اذا انا قلت لي مثلا مواليدي 10 و1 70، ما بجمع 10 و71، ما بجمعهم انا، بدي انا الي طريقه. طبعا هي الطريقه انا ما راح اعطيها على الهواء. اعطيها الهواء انا عمليا مثلا بين معي السبعين شو هي، طلع عندي هي طاقه شجريه، طلعت عندي رقم 3، بس كونه شهر واحد مضطره انا ارفع الرقم معناته رقمه 4، انا حطيته بطاقه الشجر. لا اعرف انا هذا الشجر شو هو، الشجر هو اللي بياخذ دائما الربيع. شوفي عندك هون الصيف، عندك هون الوقت اللي بيكون بالتراب بعد الصيف، شوفي عنا الخريف، بعد الخريف شو بيكون عنا؟ عنا الشتاء بالماء، يعني احنا عنا 4 فصول. بس دائما في فصل هو مقسمينه لانه احنا هون عنا 5 عناصر بالعلم الابراج، في 4 عناصر هن النار والماء والهواء والتراب. ضل عنا عنصر ناقص بالحياه هو عنصر المعدن اللي هلا نحن بنعمل هذا الاسير. لذلك انا وقت بتعطيني معلومه بعطيك اياها بصدق اكثر. شو السبب؟ بسبب بعلم الارقام انه في عنصر مخفي عن الابراج هو بعلم الارقام موجود، هو المعدن. هلا هون اذا بتطلعي بالامراض ببين مثلا طاقه الماء، بنشوف واحد مائي بحب السمك، ليش بحب السمك؟ لانه طاقه الكلاوي القواصر. بتروحي على الشجر بتلاقي طاقه الكبد، من الكبد بيروح على النار، من النار بيروح على الشجر على التراب اللي هي البنكرياس والطحال، من التراب بتروحي على المعدن اللي هو الرئه، بدك كمان تنتبهي على الرئه، من الرئه بتروحي على المي.
كل عناصر الدائرية خارج دائرة الأرقام هي داعمة. يعني إذا بدها اثنين يتزوجوا بعض مثلاً، رقمه نار مع الثلاثة والأربعة بقول له كتير علاقة جيدة، مشان هيك أنا وقت بجاوب الشخص بقول له العلاقة فيها توافق كتير جيدة، لأنه الشجر بيدعم النار، النار بتدعم التراب، التراب بيدعم المعدن. بس الشجر ما بيشعل ما بيشتعل بالنار؟ لا لا هو بيدعمه، هو بيعطيه للنار. النار وقت اللي بيدوب بيتحول لتراب، التراب بيصير معدن، هو اللي بنشوفه المواد العضوية. من التراب بيطلع، من المعدن بيطلع المي، المي بيروح على الشجر، هو بسقيه لحتى تشوف الشجر. لذلك بالشتاء نحن هلا بهي الايام شوفي بردانين كثير، عندنا امراض دائما هي بتكون امراضنا وين؟ بالكلاوي. هي الطاقات، هي وهذا علم الطاقات الاساسي اللي انا بحكي فيه دائما بالحياه على صوت الشباب طبعا، يعني بعلم الأرقام إضافة في علم الفلك. هذا كله بوصل لبعضه، هو علم متكامل على فكرة. يعني في عندك مدارس كتير، في عندك الكلدانيين، في عندك الفينيقيين، في عندك في مي كمان، في عندنا القبالة كمان، اليهود كمان عندهم هاي العلوم. هي علوم كلها مرتبطة بدائرة واحدة، بس نحن مشكلتنا إنه ما عم ندرس وما عم نعرف هاي الأرقام، بيعتبرونا إنه شو عم تجيبوا معلومات معناته أنتوا بتحكوا بالشعوذة. هذا ما نوع علم تنجيم، هذا علم حقيقي قائم يعني. أكيد. طب خلينا نحكي مدام سمر عن علاقة البرج الباطني. كتير بنسمع أنه مثلا هذا برجك على المواليد، لكن في برج باطني. طبعا برج الباطني أساسي. خلينا نعرف إذا هلأ هو بيأثر أكتر على الشخص. طبعا بيأثر كتير. هلأ مثلا مين بتكون؟ بتكون مثال مثلا كده نطالع برجه للعربي مثلا. أي مين؟ أعطونا اسم مثلا. يلا أنا. أنت يلا زينب. أوكي. الوالدة. سلام. هلا انا ليش ما بناخذ اسم الاب؟ لانه هي مرتبط بمرتبط بزوبعه، الاسم مرتبط بزوبعه. هلا نحن وقت عم نعمل هي الدائره عم نرتبط بزوبعه، وهي الزوبعه هي النقطه هون. ومن هي انثى مثلا؟ لا، الزوب هو دائما بالكون في انثى وذكر، ما بيصير يعني انت عندك دائما بالحياه. مشان هيك الرجل بياخذ طاقته من السماء، المرأة بتاخذها طاقتها من الأرض، بيلتقوا بنقطة واحدة. لذلك دائما الرجل والامرأة هو أنثى وذكر، ما بصير حدا أنثى وحدا ذكر كثير. لذلك الرجل بيصلع لأنه دائما طاقته عالية جاية من السماء، المرأة طاقتها من الأرض. لذلك بتكون بالمطبخ عم تطبخ الست، من إلا لا تكوني لابسة بإجريك، تكوني حفيانة. ليش حفيانة؟ مشان تاخذ طاقة الأرض وتحطها بالطبخة مشان تصير فيها طاقات. كثير كثير واسع هذا العلم، يعني كثير بده وقت تضلي تحكي فيه تحكي فيه. يعني أنا هلا لي تقريبا راح كفي 10 سنين بصوت الشباب، ما في يوم إلا بحكي بالطاقات، لحد الآن لسه الناس بتسألني يعني. لذلك هلا عم نحكي عن زينب، على مثلا زينب 7، الياء 10، 2 2 هي بالجمل الصغير، السلام اللام 1، اللام 6، الألف 1، الميم 4. نعمل عملية اختزال، ضل من اسمك أنت 7 9، هون عنا ضل 11، من نقص كمان شو بيصير عنا رقم 6. برج السادس شو هو؟ الجوزاء. فهي لا عفواً مو جوزاء، لأنه هون الثالث جوزاء. ثالث جوزاء. أنت معناته عزراء، يعني برج العربي عزراء، وبرجك على المواليد الجوزاء. جوزاء مشان هيك ليكي شائم على بعرف انه جوزاء زينا وين خربطت. ايه لذلك هلا عزراء وجوزاء انت عمليا هون شو عم يصير عندك بهي الحاله؟ بدك تربطي الرقمين مع بعضهم، البرجين مع بعضهم. حتى بالحياه بالارقام انت عندك 3 ارقام، 3 وبرجين شو صاروا بالحياه؟ 5. بدك تلوثت ايدي مو مشكله، معناته نحن 5 عناصر بالحياه عم تتحكم فينا بالكون. نعم مدام سمير. طيب اذا يعني 2 اختاروا بعض وهن غير متوافقين مع بعض، كيف فيها مثلا السيدة او الرجل يحصن حاله من التأثيرات السلبية من الشخص الثاني؟ هلا انت بعلم الارقام وهي الدائرة انت عم تاخذي العناصر كلها كل يوم، انت عم تاخذيهم كل يوم، لانه انت الصبح بتكوني بحالة، المساء بحالة، الظهر بحالة، هالارقام كلها هي موجودة فيكي، بس العنصر الاساسي بمواليدك عم يظهر اكثر. نعم. مثلا رقم 1 عم يظهر اكثر، بيجي مثلا بنفترض رقم 9 بده بيحبه للرقم 1، بقول له هي العلاقة شوي ما أنا متكافئة، لأنه النار مين بيطفيها؟ المي. معناته هون صار في شو فجوة بالعلاقة. حتى تكون العلاقة متكاملة بدها تضطر هي تتنازل شوي، أو 9 يتنازل شوي لهالعلاقة ليرجعوا يصيروا بالمركز اثنيناته. المركز بكيف بيجي؟ عن طريقة اللي كنا نحن دائما نقول للناس، أنه مثلا الأكل لازم يكون على طبق مدور.
ليش مدوره؟ يرجعوا يلفوا على بعضهم بدائره. مثلا الطاوله بالبيت لازم تكون مدوره، ما لازم تكون مربعه، لانه المربعه دائما فيها زوايا، زوايا بتضرب بالشخص بتعمل له ازمه. أوكي. لذلك اذا كانت تسعه والواحد لابد اخذوا بعضهم، ومع انه طاقاتهم متعاكسه، بهي الحاله نحن شو لازم نعمل لهم؟ يكون اكلهم مشترك. يعني ما مثلا الزوج ما ياكل قبل ما تكون الزوجه معه، حتى يصير في الفه بهي الطاقة، وقتها ممكن يصير بقى علاقات إيجابية. نعم. أما إذا ما كان الأكل مشترك مشكلة، دائما بيعكسوا بعضهم بالحياة. الداعمين هن بالحياة للزواج دائما خارج دائرة التحكم بالدائرة. مثلا مين عنا؟ عنا 2 و5 و6. إذا تزوجت عفوا 2 و3 و8، 2 و5 و8 تزوجت 6 و7 كتير حلوين مع بعضهم، لأنه الوجه على 6 و7. 6 و7 تزوجت المي كتير بيرتاحوا مع بعض. الماء إذا تزوج الشجر 3 و4 كتير بيرتاحوا مع بعض. 3 و4 مع النار بيرتاح، النار مع التربة كتير بيرتاح. كل شيء خارج الدائرة حلوين مع بعض، داخل الدائرة دائما عندهم مشكلة. لذلك وقت اللي أنا بطلع بالرقم، أنت رقمك 5 مع 5 حلوين، 5 مع 4 معناته في مشكلة بدها تظهر. بدي اضطر بقى ألجأ أنا لإلهم طريقة. الطريقة الثانية وين بتكون؟ بتكون برج العربي أو برج المواليد، إلا ما يكون في جزء مخفي حتى نقدر نعطيهم هالتوافق. يعني ما منشأمهم أكيد، يعني إذا أنت إجاك عريس مثلا وشوي في خلاف، إلا ما نلاقي لك طريقة عن طريق الأكل. طبعا عن طريق الأكل، حتى العناصر هون الأكل لها تأثير. مثلا عندك المي بكتروا ملح، مفروض ما يكتروا ملح. عندك الشجر هون الكبد عندهم كتير قوي، لازم ما يضعف، معناته لازم ياكلوا حامض. عندك النار المرار، شوفي 5 عناصر حتى بالتغذية، النار هو المرار مثلا درة. عندك التراب الحلو، لازم ياكلوا أكتر شيء الأكلات اللي فيها دوائر، مثلا بصل، قرع، ملفوف، كل شيء في دائرة بالحياة بيناسب الترابين 2 و5 و8. 6 و7 كون الرئة دائما عنده المشكلة فيها، زنجبيل مثلا كتير بفيدهم، بيحفز لهم الطاقة. يعني حتى من هون ببين معي عنصر المرض، ليش مرضان الشخص، أنا ليش بقول له تغذى بهي الطريقة، بسبب دائرة التحكم الموجودة هي عندي، وهي هي بعلم الأرقام والطاقة. حتى ضمن المربع بنرسم مربع مثلا، رسمنا المربع، هاي الأرقام لتنزل على مربع. طيب أنا بيقولوا لي كيف عرفتي سنت كذا صار كذا؟ مثلا أنا هاي الأرقام الحقيقية مثلا موجودة هون، مبينة معكم؟ يلا ايه عم نشوفها، ايه عم نشوفها. هون 5، هون 1، هون 4، هون 3، هون 8. هلا الكون شوف 2 5 8 هو أساس الكون، التراب أصلا المربع. هذا المربع اللي عم بحكي عنه بتفت، يعني دائما انت بدك يكون عندك رقم او تفكي الشفره لتقدري تفتلي هاي الارقام. يعني انا كل سنه بفتل الرقم، تمام. مثلا اذا رجعنا بنقول انه كل 9 سنين بترجع الارقام لمكانها. نعم. يعني هلا مثلا كل 9 ايام بترجع لمكانها، كل 9 اشهر بترجع لمكانها الارقام. يعني بترجع لهي الحاله اللي انا اعطيتك اياها، 9 من الاعلى، 5 بالمنتصف، 1 بالمكانه، عندك 6 7 2 4 3 8. هي الارقام الحقيقيه انا بقى بقعد بفتلها. هون بقى سر العلم، انه انت يكون عندك فك الشفره لهي الارقام. نعم. خلينا نحكي مدام سمر، هلا كل اللي كمان بدهم يسموا اولادهم صاروا عم بيدوروا على اسماء تناسب أسماء الأم والأب، وأيضاً تكون قوية طبعاً. يعني كتير في معتقدات بيقولوا لك إنه إذا كان الاسم مسكر ما كتير منيح، إذا كان مفتوح في ألف بيعطي قوة، فهي هالمعتقدات طبعاً صحيحة؟ طبعاً. لكن هلأ كل ما كان الاسم طويل كل ما كان أفضل. ليش الاسم طويل؟ لأنه بياخد من طاقة الاسم 9 سنين الحرف. يعني مثلا انا كل ما اسمي كان سمر طويل، كل ما كان كل ما اخذ مد بحياته. مثلا انا اسمي سمر، اخذ 10 سنين بالسين، اخذ 10 سنين بالمي، اخذ بالميم عفوا، اخذ 10 سنين بالراء، صار عمري 30 سنة. معناته انا هون بحرف الراء شو عندي، حرف الميم شو عندي، انا ثلاث حروف. هي 3 حروف بس. خلص من الثلاثه بروح لعند مين؟ لعند اسم الوالده. خلصنا من اسم الوالده بنروح لعند الكنيه، لعند الاسم الاب، بعدين الكنيه. يعني معناته ان احنا قديش طولنا هي الحاله حتى نعرف حالته لهذا الشخص بمسار حياته بالحياه. قديش عمره مثلا؟ لا. كمان بيبين قديش هو مثلا بحرف الراء شو صار عنده. مثلا نعطيكي مثال، حرف الراء هو بالحياه رقمه 7. 7. لا. 7 يعني معناته انحراف، لانه نحن بطاقات الارقام 7 معناته في شيء مغريات بالحياه. وقت بيكون رقمك بالسبعة معناته بنلجا نحن لرقم 7 نكون هي المغريات او الحاله اللي بدها تصير لا اخلاقيه مثلا بهذا الرقم، بنلاقي له اياها بالزواج مثلا. نفترض السين الميم، انا عم بعطيكي مثال عن حالي، صار عمري 20 سنه،
جيت على الراء، دخلت من 20 ل 30 سنة أنا بحرف الراء. هذا الانحراف إذا تنفذ بطاقة الزواج وبالأولاد قديش كان بيصير بعلاقته طاقة إيجابية هون؟ تماماً. إذا كان ما تزوج الشخص بهذا الحرف معناته ما في مجال هو يدخل بطاقة الانحراف، والانحراف ما بنعرف بعدين لوين بيودي. نعم. عرفتي شو الحرف له تأثير كتير لأنه له تردد وله طاقة مع الكون، مرتبط مع الكون. نعم. مدام سمر، كتير منشوف من الأشخاص نفس المواليد بيكونوا غير صفات شخصية، غير مسار بالحياة، وخاصة مثلا خلينا نقول التوائم بيكونوا ببطن أمهم خلقانين بنفس اليوم، بس كل واحد بيكون صفات وشكل. التوائم هي هون بقى الخلاف، اسم الأم. أعطينا توأم لنعطيك شو كيف السبب إنه التوأم. نعم. هلأ أنا أعطيني مواليد نظامية، ما بطلع لك أرقام الطاقة مع المواليد، بس ليش بيختلف هذا عن هذا؟ أعطينا مثال. ما في براسي حدا مثال، خلينا نحكي ليش تفسيره. طيب لا، أجباري على الواقع، لأنه أنت وقت اللي عم تعطي شاب مثلاً وتوم شاب وبنت، اثنيناتهم بيختلفوا بالبيت، اثنيناتهم هني ما لهم مثل بعض، لأنه اسم الأم اختلف باسمه للشخص. مثلا مين بدك نعطي؟ أنا مثال مثلا أوكي. عندي علي ابن سهام مثلا، هاي علي 2 و10 يعني حوت. نجي أحمد كمان ابن سهام، وابن سهام هون 5 هون 10 معناته جوزاء. جوزاء وحوت اختلفوا بين بعضهم، يعني بين الجوزاء والحوت في فرق كتير، في فرق في رقم 9 بيناتهم، معناته ما ممكن يكون مو صفاته كل اثنين نفس البرج او نفس هي التوم. نحن كيف عرفنا انه هذا التوم ايش بيختلف عن هذا الشخص؟ اما بالارقام انه مثل بعضهم، مثلا نفس المواليد، نفس اليوم، بيناتهم ثانيه كمان 9 شهور اللي هي حامل الوالده، في والده الطفل كمان عم تاخذ نفس الطاقه، بس المشكله باسم الام. وقت اللي الشخص غير اسمه تغير طاقته وتغير برجه العربي. كان هي برج العربي اساس كثير بالكون. نقطة مدام سمر نسأل عنها، احيانا كثير في ناس لما بدهم يرتبطوا بيسألوا، فبيجي انه مثلا عندكم محبة وفراق، عندكم مثلا نسبة توافق ضعيفة، فهل تغيير الاسماء بيساعد بهي القصة ولا لا؟ فيكي انت تلاقي نسب توافق ولا خلص انتهى لا الموضوع؟ لا ما في. انا عندي تغيير اسم غلط، لانه انت بتغيري الاسم عندك 40 يوم مربع ليكون قدامي. هذا ال 40 يوم هن ضمن مربع، انت قبل ال 40 يوم مسمح لك تغيري الاسم اللي بدك اياه، بعد ما صرتي ضمن المربع 40 يوم اخذتي كل الارقام واخذتي كل الطاقات، اسمك صار اتثبت بطاقه معينه بالكون. ما بقى لو غيرت اسمي، هلا انا اسمي مثلا ما انا ظريف كثير سمر مثلا، كان فيني العب على هالقصه وغير، بس ما تغير قدير، مع اني انا عملت تجارب على هالقصه، اجيت مثلا حدا 40 سنه له اسم و40 سنه ثاني له اسم، حاولت انه اعرف انه عم يزبط على ال40 سنه اللي غير اسمه فيهم ما زبطت، ارجع للماضي. يعني دليل انه تغيير الاسم ما بيغير شيء من قدرك، لا يغير، ما بيغير من قبل، يعني اذا طفل مسمح له، مسمح له قبل ال40 يوم. 40 يوم نعم. يعني فيك تقولي لحد السنه نستوعب القصه، لسه الطاقه ما تكون اكتملت لانه هاله الجسم عم ترسم. نعم. انت اخذتي المربع معناته الرسم عندك، عندك هاله، انت صرتي ضمن المربع، لان المربع اللي عم بحكي عنه هو البني يعني مثل ما بيقولوا الانسان مبني عليه. نعم. مدام سمر، بس خلينا هيك نحكي على السريع بكم نقطه نخبر عنها المشاهدين قبل ما يخلص الوقت. كمان الدلع بالاسماء، هل هذا الشيء صح ولا خطا؟ انا ضد الدلع. انت ضد الدلع؟ ضد الدلع، لانه انت عم تغيري من طاقه الشخص، عم تغيري من تردد الحرف، عم تغيري من عم يصير في لخبطة بالطاقة. إذا عم مجرد أنت عم تحكي بالمربع، إذا طاقة هذا مائي وهذا ناري عم يصير تضاد بيناتهم، معناته أنت عم يصير تضاد داخلك. مش هيك بتلاقي ناس عندهم أمراض نفسية، ناس عندهم صراع، ناس عندهم اكتئاب. يعني نحن الرقم بيحدد لك أنت إذا كنت مكتئبة أو كنت فرحة، الرقم. أنت كيف عم تلعبي بقى على اسمك؟ غلط. يعني نحن عم ندور بالرقم حتى نلاقي لك حل، بتجي أنت بتغيري باسمك، مش هيصير كمان البيانات تبع الاسم غلط، لأنه أنت دائما بالحياة طالعة نازلة مثل القلب زكزاك. نعم. طب خلينا نحكي، في ارقام اقوى من ارقام؟ يعني في ارقام محظوظه، نحن نعرف انه في ناس محظوظه مزبوط. هلا الارقام المحظوظه هي رقم الواحد، هو بالحياه رقم الولاده المي. عندنا رقم اللي يعني محظوظ واحد، اي واحد مثلا المي رقمك واحد محظوظ. في عندك الارقام المحظوظه هي الرقم 7، عندك رقم 9،
يعني هدول محظوظين كتير. وعندك رقم الأربعة محظوظ، بس مشكلته الأربعة بطرف المربع هو بالزاوية، وعندك اثنين بالطرف الزاوية اثنين. مثلا إذا حدا رقم اثنين دائما بزعل عليه أنا، بقول له يا الله رقمك اثنين معناته أنت ما في حدا يسندك من وراء، لأنه المربع ابتدى فيه باثنين وسكر بالثمانية وقسم المربع بالنص، معناته هو دائما بتعب رقم اثنين. السبعة إذا أخذت اثنين كتير بحبوا بعض، تعطيه دعم. شوفي بقى هون بتلعبي على لعبة الأرقام، إنه أنت مثلا رقم اثنين مين بيناسبه مثلا من مواليد؟ إذا مثلا 62 مواليده معناته رقمه اثنين، مين بيناسبه مثلا رقم 75 بيطلع رقمه سبعة. هدول بالزواج كتير بصيروا يحبوا بعضهم لأنه رقم اثنين بالحياة مانو مدعوم. نعم مدام سمر، يعني قبل ما نختم خلينا نحكي هيك بنهاية حديثنا عن طاقات الكون، عن طاقات جسمنا، كيف نحن فينا نسيطر عليها، وهذا هو علم مانو يعني مثل ما بيقولوا خرافات أبدا. لا مانو خرافات، علم موجود يعني حقيقة. يعني أنا أعطيتك مثال تماماً. الموبايلات كيف موجود فيها المربع والنجم. صحيح. المربع والنجمة من هذا العلم اللي أنت وصلتي لهذا الكون ووصلتي لهي الحضارة اللي عم بجسمنا قديش طاقات موجودين. احنا مرتبطين بالكون مثل ما قلت لك، الرجل وقت عم ياخذ طاقة من السماء عشان هيك بتلاقي في زوبعة بالرأس، الامرأة بتاخذ طاقة من الأرض، لذلك بيجتمعوا مع بعضهم بهي الطاقة، هي طاقة الأنثى والذكر اللي هن بمركز النص، لذلك لازم ياكلوا دائما المنتصف. بقول له شو لازم تاكلوا؟ لازم تاكلوا برغل، لازم تاكلوا حنطة، لازم تاكلوا بقشور مشان يصير في تكامل. أوكي. لذلك بالحياة أنت طاقات، أنت طاقات، أنت تسع طاقات. قراية الكف كمان هي علم. قراية الكف، هلا قراية الكف هي مبنية، لأقول لك كيف منين جاي قراية الكف. هلا بالمربع وقت اللي أنا أعطيتك إياه بتجمعوا الأرقام بتلاقي إنه مثلا مجموعة كله ستة. انتبه، ستة ستة ستة. صار شو مجموعة هدول 18، 18 منين اختزلناها صارت 9. 9 عملية معناته أنت رجعتي لرقم 9. إذا بتطلع بإيدك بتلاقي 18 يعني معناته 9، تطلع تلاقي 81 معناته 9. نعم. معناته قراية الكف هي جاية كمان تفسير، من تفسير لعلم الطاقات اللي عم بحكي عنه. صحيح أكيد وصلت الرسالة هي. لذلك 3 ستات يعني 18، 18 نعم. يعني 9، يعني أنت كلياتك على بعضك رقمك 9. نعم. مدام سمر عمران خبيرة الأبراج والأرقام والطاقة، نحن كثير بدنا نتشكرك، وشكرا أيضا على هالتوضيحات الحلوة. يعني هي كثير بدها وقت، تماما بدها وقت، بس أعطينا هيك لمحة بسيطة بس. نعم يعني أكيد نتمنى، ما يختلطوا الناس ودائما ضايعين بهذا. نتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا شوي. شكرا لك مدام سمر، شكرا.